ننتقل لنبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني. صباح الخير استاذ نبيل. انت كمان وكل عناصر الدفاع المدني، عملياتكم بالساعات الماضية؟ بالنسبة للعمليات اللي قامت فيها عناصر الطبية العامة للدفاع المدني، كان في 14% لأطفاء الحرائق بمختلف المناطق المدنية. نوعا كان فيها حرائق دولية، سيارات، منازل وأعشاب. أنا وحدة هم وحدة كانت للأنقاذ، و17% إسعاف تدخل في حوادث سير ونقل للفرقاء وحالات طارئة، مع 5% للخدمات والسلامة العامة. ما كان مجموع 37 عملية ال 24 ساعة اللي حرقت، أكيد دائما في إضافة مستمرة ضمن مرفق. يبقى دائما بنذكر بالإرشادات الوقائية الموجودة على صفحة الدفاع المدني اللي هي civildefense.gov.lb، ممكن يلي طالع عمله يراجعها ويشوف يعني يخلص من شوية مشاكل ما بيكون ضرورة. نعم. في اليوم. رقم 125 للطوارئ موجود 24 على 24 لتلقي أي طلب للمساعدة، طلع ما حدا منهم. أكيد. شكرا لك نبيل صلحاني ولكل عناصر الدفاع المدني، يعطيكم العافية.